أستاذ محمود خطوة عزيزة والله أستاذ محمد الله يمسيكم الخير إيش؟ يا سلام عليك ما شاء الله والنبي
العيد ده وقت. يا سلام. العيد ده وقت. معلش شوف احنا عملنا ايه. معلش حبيبي. ممكن يا استاذ محمود كلمه؟ يعني لما اسمع الشريط انا بقى اسمع صوتك مش بس صوتك كمان استاذ محمد كمان. الله 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 الله. احنا عايزين صوتك كمان. دي فرصه سعيده جدا يا حسن، انت والاستاذ عصام ان احنا نقعد القعده الجميله دي. واتمنى من الله يخليك، واتمنى من الله ان انا اجي كل مره نقعد القعده دي تاني يا سيدي. اهلا والله. والاستاذ محمد بيتكم صغيره. طبعا طبعا يا سيدي، طبعا يا سيدي، طبعا شرفنا استاذ محمد، شرفنا. هذا عازف تشيلو الحقيقه العظيم، يعني العظيم مش مجامله يعني، بس كلمه لازم تنحط على الشريط يعني. لازم تقول حاجه، لازم كلمه يعني. الحمد لله ان ربنا جمعنا يعني والتقينا، وإن شاء الله نلتقي دائما. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يا عيني يا عيني. يا سلام. لسه لسه ما فيش فتح. لسه. يا سلام. لسه ما فيش الفتح، ما جاش لسه. دي بقى الليلة محسوبة من عمري. الفتح ما جاش لسه. مش حافظ. ما وصلش. الله أكبر. لسه جاي. جاي في السكة إن شاء الله. ادينا ده من اللي مش حافظه بس. احنا عايزين اللي مش حافظه بس. اطلع بس. لا العفو، لا العفو، العفو يا عم. لا ده كلام برضو. شو هذا يا جماعة؟ ان شاء الله. العفو. لا ده كلام برضو يا خرابي. عشان ايه يعني؟ ايه ده ايه ده؟ Thank you.
ألف بقى في الميريديان دي. الله أكبر. ومعاك رتم بقى بنفس الحساسية دي بقى. ما بت... Thank you.
ده ايه البتاعه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله يكرمك.